زۆربای شەقامەکانی بەغدا بەم جۆرە چۆڵ دەردەکەون. بازار و دوکانەکان زۆربەیان داخراون. حاجی ئەبو ئەحمەد ماوەی 20 ساڵە لە شۆڕیجە دەستگێڕە. دەڵێت ساڵانە لە کاتی زیارەتی چلەی ئیمام حوسێن ڕۆژانەم لە 5000 دینار تێپەڕ نادات. لە کاتێکدا پێش زیارەت 25 بۆ 30000 دینار ڕۆژانەم بوو. فترة الزيارة طبعا يصير ركود بالسوق ليش؟ لأن كل عالم تروح الزيارة إلا ربع زيارة ربعينية ونام الزيارة والله سبع 5000 أي واقع هذا واقع هذا بالحكي كان يعني ليش قاعدين ساكتين؟ لأنه ماكو بشرية ماكو مسوقية بهوي داخلني زوربي شقا مكانو توني لشاوي شيعة مذهب كان بو كربلاء صالانا بغدا لكاتي تلي إمام حسين دا بمشي ويايا شۆڕیجا بازارا قەرەباڵغەکەی شاری بەغدا بەپێی ئامارێکی ساڵی 2021 وەزارەتی بازرگانی عێراق ڕۆژانە زیاتر لە نیو ملیۆن کەس سەردانیان بازارە دەکات بەڵام ساڵانە لە کاتی زیارەتی چلەی ئیمام حوسێن بۆ ماوەی یەک هەفتە بەم جۆرە چۆڵ دەبێ و زۆربەی دوکانەکان دادەخرێن زیارەتی چلەی ئیمام حوسێن و چۆڵبوونی شار کاریگەری لە بژێوی ژیانی هەزاران کاسبکار کردووە. بە جۆرێک هەندێکیان ڕۆژانەشیان دەست ناکەوێت. زیارەت بووە کامل. بەغدا چبووە. والله الله يدبر هيا ما حد يموت من الجوع والله ماكو عالم ماكو هسه اليوم زين حركه بارحه ماكو هسه يومين قدام الاربعينيه وبعد التسهيل الله من ورا الاربعينيه يبدا الاعمال هسه فعلا حال حاضر اعمال قليلة واقفة الناس كلها رايحة للزوار بوشمي داهاتو أماركاني عتبي حسينية لا كربلاء أمصال مزندي سوني زياتر لا 20 مليون زيارة كربو كربلاء دكن زياتر شيان نيوخوين صفا قران روداو بغداد